بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تيو عنا وناكسن داودي رحل كنوا تلفزيون كعالمي جهون كابل تي في. وحنو سي توصي دين كصورة من مقالة مقدشو وحنو نهل كن ديوكو هينا وريس جارة وكو سابسن مدنة عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة ويساقو هو جاميها حسبي قوة تير اكاد سن صوماليا سي دو كلنا سياسيين تو اوين اما قاع كله ساحد السياسة دي صومالي دا وحنو عبد الرحمن عبد الشكور مدوين كي ودن بيه كمي داها سياسيين تمعارض كوكوا حكومة دا رئيس الوزارة خير هذا با يدو أي شيئان أرمى الحريدة فالجلو حكومة دو كقاضي جريجيسة يسيد وكرنا جو أماي محكمة دو أي سو صارتي أي كسو صارتي هالجل كلا جو هري جريج عبد الرحمن عبد الشكور أي واحد شيئا هذانا إلا أي هذا اسمهم لنا عشر عجاء وأقول حيا عبد الرحمن عبد الشكور حكومة دا رئيس الوزارة خير جارهنا محكمة دها هذا واحد ويدين يا عبد الرحمن عبد الشكور وأنا كسر دوين يهون كابل تي في بالمرك هراء إن قلنا جوهر ما محاكينا دبعت هذا لحد دا معارضة دا إنت لك يضع حكومة دو مرك سنة كجوهر يجي أيهات المريسو وأنا دا ما يسنن بقى بسم الله الرحمن وما سنتهين هون بهذا هون كابل رنتي دوحي مقالة عن كذا عاي وربعين تقوه ذي جوكتي هبين سقده جورجي قال صور لي أن هذا ماشى عن كو قوانين ورئيسي عن كفوجي إذا مو إلا طبعاً صدمي كلو جوارق عشامن وكو عيداً كأ هبين سقده صور لي جورجينا أيضاً واحد دجنين عن قبل يسنجرين طب مركي ورئيسي طبعاً شباباً بوهيس إنه أفكي أضوبنا اسمه لهين عيداً دولت كصعدة يا أساس رقمية مانا مقال تاريخ الصومالي انت اخري ام انت اجوي وحنوعا سو كليتا مانا مقال مانا ارك ضدبي كلاين ماشي ساد مقشين لح روح شن الى لدي كميدا وعيدن كحوق دول كثيرسن يو قبر مساكين او جيت كمريسي صبحي بوي اسين ميدكي قبورو اما حباله وحي كو اسين ودارت ايدون لا دقين لو دكن اهل كودي لا توسين waxa ku xigay aniga xarigeyga ama afduubkeyga sawto waa afduub maadaama xarigu uu san wax sharci ah ku dhisnay sida la socotana maxkamadii markaan isla tagnay waxa soo cadaatay inay wax haba yaraatay lagu hayo aysan jirin oo wixii ugu yaraa oo ah waran maxkamadeed ama amar soo qabasho maxkamadeed inaysan haysan dawladda ama qolada isoo wareertay ila hadda ما جرّك هرف العلّة أنت أسلك وحكاني وأنا أنا هاي استئنها إسكودي ديل قف كستقو صومالية وأنا أركي أم أنت اسم قلني أم أنت جاري كرا ما ركتي هذا الكيج أم أجنبي جا باش عارف كده بدن وإسكا عارين كميدة كل اللي أمسيه يعني إسكودي ديل أيه هاد صوتوا أقف أفس ارتوال لواي وحاس أيه قف للسوحيري وحو أكتونا تصير دعدي محكمة دي هي والله صعتها وح بيراتي شرعية ميسن هوركيني تاوحة دير دال قضياش دقن كا المجال ده مقدشي لو بدأ دنا أقوي كونفورتي لو أقوي جري وسكتجي ما لحظة ما عمل قبل ده ذا إرشاب إلا ومركع يجي جوجي إيو قل مدوك إيو قدوميها قبل كبنادر يحل لبعنا ذا ديجان كان كو أفتر سدوا إلا أفرت ميعها دال دير على الجلي إن لود الجيح فالعلس كي دتك شعبك كي إيماني أما كومونيتيغا إن يسان واحد لعين مقالة ده سوتوا فعل كالسميهي وهو فعل مركي بجواب كي إيماني يسي بلشادة هاد أفالحون مركا حاسل انتي مقالة ده يوحا صوتن أي عدادس كي دولة دفولي وحيكا انتي إن اي أبين كي كوحيغي حبسي كيسي دايان أشي إيوها إيان وحرمت النبسوكي ده أضياشي سكوتاقنو دولة دي عذر دارتو المحكمة دي دنب الآن يسوى لكتو مركا انتاز مركا يدعضي عدنا دولة دي مالها وحي يالحو ماضي وحي بالله دي إن قوان كي محكمة دي وحرف عنه عن لأقولين أصدقو قاديق مركا حقوق قاري حيقان يقضو كزدحي طبناد حيارك هبراع عقابة صوماليات إن دعوة لقفرو حرالية وكفرو محكمة دي رفعان أركتين محكمة دي إن يتيري سقاشن عشو باريتان ku qasabtay qareenna aniga aan qabsan ayay qareennadii hadda ay kala taageen yihiin marka waxa la iska dhigi kara waa wax
لسوء أبابلي أبابل سياسات شرقول لها مركة وراء إن للدليل الإسكود دي كبعدين اللي هو بدل إن سمع دي ذلو دعوة لكن وح عبد الرحمن هذا هو لما يوحى صوتا ما هي إن واحد شيكتي إنه إلا إسكود دي دل وقال كري ما أتكو يا غين سوء إن لسميه ما حاكدن بي أود إنتا لغي عد تاغن تاي إنه إلا هيركا قاري عد إسوران كرتا ويك اللي فين والله وصو غيري اما اللي ويي ميد اما اي تم حال لي شي كسين الكو دايين والا حدا ان وحا ان سويدينين دولتي دولتي مركي تيميد محكمه حيرالنتي تيميد وحي وادايان بقول سيدتني افر قضبك هيرك عقابته ان كسو دولي قرنك سيدا وإن العيد صوب كحيستي جمهورية الصومالية أن كسر الدولي على كي تجي على كذا تاجي وأن حلمتها يتي مركي أوقف سدي حكم ك ملتريجي الوقعة ذي سد حدي قضي ملتري انقلاب كحكة كاني سلاد جبيرة إيو دال إيو نكي أضجعها سد هذا دان حسوسته الوقعة ذي حكم كي وأن كي مثل مده أنا هو ملترين مئه أفجن بنا كمقيب قادن هيدا نما أبابولين دولان أسواق قادن مجرو لكن قضب كلي أديك سدي أنت على مقاشي سنة تاريخ الصومالي إني وانك أم بالو استعمالي بقول سديتني أفر أنت أنا أوجي هاي مرك واحد دولد على الرباين لو يدي واحد أرتيكل أما قضب كبقول سديتني أفر أنا جا لأن أفجن بدولد كوريدا هي أنا هاي وهيك الله شكتين إن أن دولد أجنبي أو عدو أه أن لا شقيني أن صهر سيدي أن دجال كسوق هذا ذلك إلا هذا محكمة دي مركي للتجيء الويدي حلالنتي دولة إلا هذا دولة عدو قاع وأن أنا جو لسه شقيه ولسه دولي إلا هذا ويشيق لأهين مكينيا إثيوبيا جيبوتيا دولة كلاتا إد إلا هذا شاكت وأن قرر لنا أو حيالا أن دلبنينه دولة دو إني عديسو إد عدو قاع دولة عدو قاع إني نو شاكتو هلا موادن كسوق مالي صح وهاي هذي جيس الدولد عدوك أحد دولد الصومالية إنه والله معامله شرعي وما أقوله لكن وين الدولد الشركة عدة عدوك أحد أيضا كسر دوشي والدولان كوا أحد وين عدى ساسي سير رسمية إنه قامي خبرت بالدولد ولا ذي وزير بتصور نقطتي مدحوين على ترتنتي حسبي نبض وذكر بده قامي وتي مكا سياسي سفي عن وكرية وتاريخ في عن كل باتي مكا ودنك تاريخ لنا عصرية مسلمين كنا عصرية إن ما اللي فهمي كرا إذا ده دوق حريد كلا الله ده هي الدولد ذين سيل عادة وهذه الدولد قرصو وما عبسو قرصو أما الدولد قرصو استراتيجية ده سياسة يبقى إن وحش شيء تحت هني حد بعنا درالش شيء لعك كسر سيسي كلا وده كنا حريد لو قلنا صميمين مركا مو قات عدة صح ذي عيت هاي ما دولد أفكي إذا كما هين سي دوكومنتي يدي أو كان حل عليها أما ما لحظة أنت هلا يسي صومالي أما وزير هذا هلا يعرفن كهلا أما أنت هوش سعتو لأن ما قاعد دولد ودي أنا ما أنا مقال أو أوفيشلا مرك أنا هو مرة بقينا إسكا أو ملأ أول دولد أي تاعي لكن دولد على جربة إذا عدوا كوا وكسو دوشي أقارن ماذا صومالي مدح بنانديد إني شاكتو أنا قد لحد الدولد أن أجن هاي دولد صومالي شاكت إني عدوا كتاي مجرتو لبنان دي مركي لجيه قلها برلمان كلويدي حلاليه ليري سيح سنة ده اللي وقعد لبنان ده وإنها الشكتا دنبية أي سمعين واحد دينه والله ارتجواي بدون كي برلمان كا تازا لا تعقد اللغة طور وركي وماش ليه ميت مركا إلا هذا وحنجر لا إنها عدة دولة سوامالي كسود وعدوا إحنا جن وما عدل لك هل وحن وعد إن دولة هذا جرتها أفرماجه جاميو يعني حسن خيرة أيديهين إن رأي كدوان وصام مغضو وأنا وح أوب كوا صوماليا دول إني ماذا صوماليا طبعا كي سنة كمرجار هكوا جرتي دور كي سنة هاد قدام بيسى كبا حذي معارضة ذوي فرنات دت كرأي جوي ديبانيين كمبين كوا سعودي حين داب كدستور كوحي كجرا دت كوا والله أقولا مدحيني هذا حتى هذا كده حسن شيخ مدحينا لو معارض بنيها أيوها سنة أسود جونا لو أباب المعارض نمو نيروبي سوماليا دلك جوده هيسا والله كوكاي سياسيين كوكاي سياسيين تسمع على دي سفر ما جا كم دها
وسي فرن أم عرضة أنا كمدها عبد الرحمن عبد الشكور كان كهرف ليه سيل يقانو وما عرقتي عرقتي له يعني أم عرضة يعني هل ما لنا عدو كدولة أم عدو حري أم عدو دولة مجرين لكن وحقيقة وقت الدولة ده إني كجرت عقدة لين ما أقون سنة عقدة وحكجرت ولين أقبل لا يعني دتك سياسيين تعم دتك أودها سياسية دلك كله ماما دولة قبلة جديدة أما سياسيين تولدين أقبل الله وحن أقاتي دل اسمه جيني إني إني أود ليهين أو سيري موجية دل لقى عبسانة يو أود له إنا تيهين موجية ساس إني كودين إلتا يعني واحد يسمين لنا حكا لما لقي يجي كرين نولو ولن كرين عبد الرحمن عبد الشكور ديغان كتك سوى جيدو إن وحا عليس إن عيكو سارين ريز الوزارة خير رأيي فرماتشو إذيك لفتين ومعارضي الدينية أود ديغانك مقدشة هان أما ديغان هان أدموشيسان إنه معارضة هر له وأن هر أقول لك إن دولة حس الشيخ الشيخ سوسانة كي قدم بيسوق له عادي إن الموجسانة أود إنه كرو قادان الوعد كي إنه كرو قادان إذيك الدولة إن أود دير هذا كهشان حكومة تاسي ما ترتاح سيدي دابا وحن كوشي يا سوماليا سيدي لوب اللابي لسمها نبض دولة نبض سوماليا لسوا عليه وبروسس كي أما هوليه كمل جارك على لسوا جري إلا يومنا هذا ما أنت ذا أنجبنا دولة نمدا سوماليا دور جرنا وين شيء وحي كل سنة يسأقل إيو يسلكوا دومين صوتوا مجرو مدحوينة لصوت دورتي دتكو يصوت دورتين مجرو مدحينا واحد دورتي لو بغل طلعت إيشان حلبان حدا فرماجو حكوسوا كل دوري كنتن أقل كسرعة مركو واحد دور شدد بن دتكو مركو ولي مجاري مدحوينة إنه هلا من ديت أما أقولاشو ددوينها ما هيستو سياسة دمركو حي كل سنة إن لسكو جي جي ده إس أقل يكون لسنة تاعي والله سوعتا عشان ما مقولة جيرا أو كدسن دلك أودوه دي ليه حين دابكو ده سياسة أيقا حكومة أود أيقا له دولد فدراكا وح بضانو أود إيكو لاده مركا لغتاقو مغع مركي لغتاق حق شرعيقا لكن أود إيكو لاده مجيرو ولي مقالوين كي جوكتو مغدشو وكالي أودها سياسة ديت دادكو ولي سي اسمدح جرين او اذا ايضا قرن صوماليات او لويالتي جيسا اما اوغلاشي اما دا عدو دولة دا مجرو او قرن دا عدو مجرو ولي وحالو ولا ايضا كي اسمو داتكو ولي لا وعيدي ولي ويالان مركا ادا مرحكا نغني صومالي مانتا لور جيران شاقي وقف جد اد ترافق جام كيس او بدن يحي درول كا او مانتو دان جد مشغول مشغول اد مشغول دار بقاركو وضواي marka waa inaad dadka marba tartiib isaga leexisa oo waxaan leeyahay consensus building macnihi is ogol iyo co-governance xukunka in la leeyahay isku tanaasukas ay ku dhisan tahay dadan laakiin ninkii isku daya asaga inuu markii la yiraahdo madaxweynaha tahay ama ra'iisul wasaaraha tahay ama wasiiraha tahay u haysta inuu asagu xukun haysto ay ku soo dhacaysa tii regimekii militaryga waa qof qaldan aan Soomaali inuu meel kale madaxtinimo ka raasada al loo baahanya anagu marka waxaan ka midnahay xoogga siyaasadeed ee saaxada jooga maxaan u qasbay marka إن هذا لو دولدة إلا مدوكو دتدوا بلاد فريمها أنا قلت سياسيين أنا سياسة دكوا جرا كشقيه أتهاجن أنا فريمها سي هوسو أو دبن أو أسلوب له أو نصيحة له وجود بينهم لكن ما حنوصل بعده وحنوصل بعده فرماج يرجع ماشي يمد إن أي كجرا بقول الله سياسة ده أو دتك إني سمع دلان دتك سياسيين تأ أو معارض كأ تدوا بلاد ما حنقول القادين إنه ور أنا جنو سعده وسوشيال ورباهينتا سوشيال ميديا وحان ليرادو ان ورباهينتا بولشادا حد وجهد سمعه دينا وها اولي جينا ولي وحي كجرا اولي دورشدا دد وحي اكايان موقتي قفكو ماركي او حكومك رادينايه اولو كجرا لكن ماركو حكومك هيلو غوفرنس يا لغا ربا انو حكومه لغا ربا لغا مرو انو كامبين يا دعايد يا بابان يا روايات قالو نيمانكا كان نيمان دعايد يا كامبين دالنيرا بدن او دور بقول لا قري لو قري براها ورباهينتا سي دادك سياسيين تا او ديسكريت غرايان او سمعاده ايو ديلان وحالا سمعي ان ما انتو دن لأيديو دادك آن هين دولة دا لأيديو او مامو القبلادة واو تا لو مامو القبلادة اسكو دايني ريدان ان دادك يكو ريه طلبة وقو ريه ان ما انتو دن ايد ايو دوشة ساران دادك سياسيين تا او لا يقارن اسليهين عدكو دا وحيني ديما كان ان ايجا سمعاده كد ديلان مركا وار ايجا احا ايجا وار دولة معارضة عن ارنا انا ساو جويني هو قامي مان لورن كرين een culayskaad idinku dawladda saarteen ama mucaaradadii aad dawladda ula tagteen oo aad
awood badan iyadoo aad u isticmaasheen ama deegaan ha noqdo ama asxaab ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo ama maamulka dhinac walba ka kaalay inay taasi keentay inay dowladdiina dee aanay sugin fursadda ah in mucaaradadii dee ay ugu gasho xafiiskoodii laakiin dowladdii ay xaq u yeelatay inaanay gacmaha laaban ee iska kiin celiso oo iyada lafteeda barbagaandadii ay lahaanaysay ay baraha bulshadii meel walba idinku weerarto waxaad leedihin markaa dowladdu iyo dhinaceeda iyaduna markaan weerarna la soo weerarin ba leedihin dowladdu annaga weerar kuma aanan bilaabin oo xagga horta weerarkaan ka hadlayna maaha xabadda ay la yimaadeen waa weerarka siyaasadeed in lasaga soo horjeedo fursad waan siina dowladda annaga laakiin meeshii la rabay waxqabad inay aado iyo wixii soo aaday inay mucaaradkii ayada inay sumcadda ka disho ee la dirirta ay bilaado barihii bulshada wiilal dhallinyaro iyo gabdho masaakiina lagu shaqaalaysiiyo dadkii lagu diro qaar qaab qabi loo abaabulo la iska dhigo dad maanta oo dhan baraha bulshada dhex taagan madaxweynihii ra-iisul wasaarihii xukuumaddii oo kambeynkeeda oo lohda dhanba oo la baraha bulshada iska noqday aan xukuumadda facebooka loo bixiyey igu sawiraa loo anaga umaan bixin igu sawiraa loo boqolaal magaca la siiyey ayagay ahaayeen waxa isku dayaya dadka inay afka ku qabtaan ku caburiyaan warbaahintii ku caburiyaan waa la socotaa media dhan way iibsadeen marka aniga waxaan isleeyahay tii markay ku fashilay meel waxay u galeen inay tii xabadda haddana inkastoo miidiyaha ay iibsadeen aananu caddayn karin laakiin haddana adiga laftaada facebook waad isticmaashaa twitter waad isticmaashaa aad iyo aad xukuumaduna way isticmaashaa danaheeday bulshada u marisaa marka maxaa ku jaban in iyadana xukuumadda facebook adigoo hogaamiyaana aada isticmaalayso miyaan idin iska xuquuq ahayn rule of the game-ka aan ogol lahay kaas waaye marka haddaa u timid in la ismucaarado xukuumadda annagana ataagto annaga aan dhaliilno laakiin xayndaabka dastuurka inuu ahaado waa sax xukuumadda anigu waxaan ka jawaabaya keliya maxaa xukuumadda loogu bilaabay dhaliisha ayadaa weerarka soo bilowday xukuumadda den annaga waxaan ku qasbanaanay inaan iska difaacno aanan caddayno dadka waxa loo sheedaa huhaadaho tirada badan inaysan waxba ka jirin waxaad arkaysaa sababtoo mas-uuliyadda qofka mucaaradka waxay tahay inuu ifiyo meelaha xukuumadda ay ka gaabinayso iyo uu soo saaro qaladaadka ay gelayso sida ayaga isaga hor imaanayso maalina waxay kuleeyihiin shabaabka waxaan u xoreynaynaa dalka maaragtay dhowr bilood haddana waa lasoo noqon lagama adkaa karaa lagu leeyahay dadka marka waa inaad qabataa magaaladana xasilinayna inaa lagu leeyahay taliyaashii ciidamada hal subax la racdaynaya haddana kuwii kale ilaa hadda loo magacaabayo marka dadka waa inaad u sheegtaa mas-uuliyaddaada waxay tahay meesha ay dulduleelaha ka jiraan meesha ay dhibaatada halkay ka imaanayso dadweynaha mas-uuliyadday kugu leeyihin waa mas-uuliyad dastuuri ah waa mas-uuliyad akhlaaqi dadka inaan u caddayno midaan ogon lahaa marka annaga in xuduudda dastuurka uu saamaxayo iyo dimuqraadiyada iyo nidaamka ilbaxnimada in geymka ama cayaarta lagu wada cayaaro laakiin nimankan waxay la yimaadeen wax tii ka baxsan oo ah saqdhaxan laysku soo dhaco xabad la isku rido dadkii la xasuuqo taas waaya midda anagu aan diidanahay adigu sharciga maa diiday markii lagu yimid cabdiraxmaan cabdishakuur hogaami markii guriga la yimid ciidanku yimaadeen ma lagula hadlay waraaq sharciya maa lagula yimid midab xakamadeed maa lagula yimid miyaa lagu dhegaystay maxaa lagu yidhi horta saqdhaxa warqad maxaa keena lama keena sharciga soomaaliya warqadda maxkamadda oo toddobada fiidnimo ay ku ag tahay warqad maxkamadeedna maba jirinba maxkamadda ay ka hor caddeeyeen maba haysanina dheheen warqad maxkamada ina diiday baa la sheegay maxaanba diidaa xabad baa u bilaabatay cid ila hadashay xataa feerbali qof ila xiriirtay ma jirto ilaa hadheertaan gurigeyga waxaan ka war hal xildhibaanaa ila joogay hal xildhibaan dad kale oo asxaaba ila joogay xisbiga dad ka tirsanaa ila joogay annaga xabad un baan ka war helnay maba maqalba xataa hadal yar iyo qof aan iswadaarsanay ma jiro xabad dhacaysa un baan ka hadlay ilaaladii ladilaan ka war helnay 35 daqiiqo gurigeenoo la xabadaynayo afarta koon inta laga istaagay afarta dhinac xabad lagula sayo nooc kasta hub loo adeegsanayo magaalada dhan ay argagaxdaan ka war helnay marka maba jiri kartaba sabab ay saas u dhacdo haddaynan ahayn arrin lagu talagalay shirqool dadka meeshaas wax joogay aniga aan ka mid ahay in lagu wax la yeelayo oo lagu dilo way maxkamaddii rafcaanku imika waxay soo saartay 9 isha baaritaan la sameeyo oo xeerlaalintii way ogolaatay inay fursadaas ay qaataan adu maxkamadda waa diiday inaad tagto muwaadin baa tahay xisbi wadajir baad leedahay xisbigii wuxuu ku dhisan yahay dastuurkii iyo qawaaniintii soomaaliya ku dhisan yahay adigu madaxweynaad u tartantay sharcigii wasiir baad soo noqotay dowladnimadii aqoon baad u leedahay maxkamad gobol oo ku fasaxday oo go-aan soo saartay waa difaacaysaa maxkamad sharciga oo iyaduna dib kuugu yeedhayna waa diidaysaa marka miyaanay ahayn wixii adiga fursad ku siinaya siyaasadaada iyo danaha adu aad leedahay amaba janiska aad leedahay taageerayna inaad ogoshahay wixii kale ee ka soo horjeeda ama sharciga kale dhinaca kala raacayana
إنها ديديس وشرع جمينا هذا قش هاي منا ديديس ومياني نقولني لو محكمة هذا كلا سرية ساس معها أنا جا محكمة الصبح أنت سنة فصحين دولد أيضا فصح لي هبينك أي جسد يا حبسي ربيتان أضياش لقن كمجال هذا مدحين ياش قبل هذا قدوميها قبلك حل لبعن هذا كمونو تيجي هذا أنا جا عن ماشان جوجو مثلا وأنا كالهر الحين على هذه إسارين الدولدة يوسي ديسي ولا صعطاه حكومة أوردر أي سيسي مركا محكمة دا مركي لتجي وحين في رسي ويسي وإسي ديسي مركا كيس ماشي يلا وشرع ما بجربه مركا أباب الكلاء إن أنا جحر لعليه أنت هبين سقطها أيضا إيش وديرو هذا نسي دايو هبين كي وحق وزيركي حكومة الصبح لها وشرعية الوقت بتهبين كي عور دارته محكمة دي صبح يسيد دي سدان اللي رامد كلا كويسته واتجرنا يسأين إسكتها اللعبة سياسية مرك أنا محكمة شرع إسلام شرع نوية لأن كوقت من سياسة دي سان وحنو هذا أنا كم جرنا تاو حدر إلا حدا وركي دتكي للعي دتكي للدلي محكمة قاضي سما داركت حلاليها مرك أركو ويري أنا جو ما أمرين إن لو سوى ويرارو أما قول قاعد لو يماذا ما نأمرين ما حدا أمر تاني لي وعيو حان أمري إن الهرتي ما دحي لالنت ما هبين سقدح لي سوى ويرارا كوي وعيو هبين سقدح أنا جا مؤقي سوت لو سوى ويرار وعن كوي رحاد دواد أسكرتي يسراكيشي عدي سوى ويرارتي ألا حي لالي قارن كاه كو سوى أوق دعوت سو دم بيس الدلن ها سو دم ما تمو إيجيس ها وحايق هرتي هاجن وحان أفرو كرين دعوت عقاب محكمتك ما فرو كرتي دعوت عقاب وإنا حي لالنت مرساه إلا هاد الحلال أنت إن دعوتي نيقة وتوديد أنت، ولكن ودك قد بيسي. ها وابديد أنت ما أقول أنا قفته. وين؟ أنا غلقة غادوا الحيرة. ها. إن ما بحكرتين ميامك. وحكي جيل الأمارك. أنا ودستورك إيسا معي. هي. دستورك وحكي وين ذلك مجنان. ملقو برجل. حرية. حرية دق دقاقة. موادنك إنه حرية إنه دق دقاقة رأي إيسا عبيرو. الحرية إنه حزب سياسة دار أو قالوا وأرتكلك ويا على دستورك وين. هي. عدة مركز جبيني سأستك دستورك. وحن كو احترامه ولا لو محيط حن كو احترامه قف كجبيناي دستورك ارتكل كو يالا انيغا حريتي دستورك دمانه قاد ان دقاقين دقاق وي حد مياني مياني اسكو هري مرينين حقوق دي دستورك داد غو دوديسي يو ان قرنكي كسو دوشي ان دولتي كو ايديسو مياني دستورك ادو غادو دوديسو كو دوريتان كيس نعا كانا لاغا ايديو ان اورد وافقسنين او تاديدنت هيمكا إن العجالة السوق قاتبل لي ولا السوق قاتو ده مش شيء دول اللي قدام معارض اللي جوك عيو اللي جو أبابلو قبل اللي جو أبابلو معمول قبل هذي اللي جو أبابلو وحنا بها صدنا عبد الرحمن عبد الشكور هذا نسيت دبنا مركا ميل أذوق فرماجو العقد وكوينا هوتيل هوتيل جزيرة فرماجو مرو كان بينك كوجري العقد هوتيل جزيرة وكوينا هاي بابليكلي حلو أنا ذاك قاعدنا هاي أظن مشرح من الحوينية ضايدوح لقيمة معك لك قيمني سيتاس مياني تشري مشرح ما وحان كارو هنا وحد أصاحي لك هيا وحان كل معلومة أهان حق أهان مرشحي يقوه الرئي العقل لقيمين بلا واساقوا هوتيل جزيرة بابليك لفتليو قولي كان صور هاد وصور قولي كوحي قد قانا كان بين كيس حل ما هو العقل تسيناي لكن دي وحان ربا مرك إنا كبالو لكن دقا كصوماليا انت بضان ساكو ساليسنا دولدي كو ريبو الودي هادو كو كلي كو غارا هادو كو ساليسنا دعوه ناسا لغا بالاوايا مرك سوطوا كوربشن اي مسو ماسو كو صوباح بقولي افرتان حلبان او لالوش تيا جوكتا بارلمان كفرماجو لكن انو ما عدينك وين المحكمة دينا ها انو لكن ما عدينك ايساس تاه ها انكو اكو دمايو مرك الدنبك انيقو حلبانا عن العكسي هادا ما بجيران بقى هذي عدين هاي أنا والله المحكمة دي كين لاي المحكمة ده عدين كين لي عدين تو كين واي لكن سير أبو حنكوش يجي لعكت أساء كرسي كويمة حد وكرسي وحكومة يسال العجل لوش هلا أو بعيو سير دتك ما أبن هاي وركا أذكر ما حد دون سنة أنت العجوة هذيك ستة عد كرسي كا عد كتورتن بدون سنة أنا وحنكوش أنا ما أنا أقول حجة يجوا هاي أنا أما عدين يجوا هاي أنا العجل استعماله مجهوته لكن وحنكوش يجي أنا بشيء دخل كسياسة الصومالية إن العجل بحي إن لبحينين قضيتك ما هين لكن ماشي وحي لا وحيتها انغا ان عدينا وباهنا دتك سوماليه ملك استيجو ان دغيسان اسكو دايغا نظامكي ميليتري الى سو علينيو ودن كان واوغتahay وحا انغا كدعي هويغيغا سومالي همر وبكدعه ودت سوماليه انتي ميليتري جيري
هبين جلود اللي جلب بحي صدمية جزيرة اللي جاي اللي قلها توم بيلا مدهن أنا جانا وحير بين استاف كي جسي ولا رقمين إلى رقمان سو أنت دلين صبحي قبورك وآسى أي ولدك أركن أنا ساو بيجي لها إلى يجبيه مركا ودقن كان أنا جو حديدنا وحيتها دقن كان الروا إن السوء اليو أو اللي جف فكرة وفرماجو كوف فكرة إنه السوء اليو دقن كي ملتيري سومالي السوء اليو أيضا أنا أودي تبرتي أيضا كي iyo awoodi oo haysta dawladda military aan haysanin marka waxaan dhigi karaa waariyo aan maran dhaboobayn laakiin intu awoodo inuu ka shaqeeyo miyaan wax u lahayn waariyo aan maran dhaboobaynin intu awoodo waa mid anigu hayo waayde way in twitterkaaga ama facebook oo kale waxaad ku qortay in adduunyada aad ku weydiinayso cidda wadanka ka talisa su'aashaas ay tahay su'aal ku badan madaxweyne farsamaha Allah tartantay uu ka guuleystay isaga madaxweynaha in madaxweynuhu ma garanay madaxweynuhu yahay miyaanad adu waa qoonsanayn madaxweyne farmaajo waxaan sheeyolal waxaan dadka kala kulmay waxaan ku qoray twitter iyo facebook ee waxa way dadkii ii yimid markii dhacdooyinkii dhacay maalmahan dambo dhan taydi tii lagu duulay guriga senator abdi qeydi kuwii ka horeeyay maamul goboleeda in lagu riday la isku dayay xil dhibaanada leeyahay xasanada laga qaadaya waxaanu dhan dadkii markay fiiriyaan waxay leeyihiin markii loo tago anuu maan arag farmaajo laakiin dadka u tago culee maan ogeyn guriga cabdiqeed in la baaray maan ogeyn guriga cabdirmaax shaku in la weer amarka anigu ma bixin maamul goboleedka in la rido aniga maan ogeyn waxa laali wixii la yeelay maan ogeyn marka waxaa soo baxday oo dadkii xataa adduunka beesha caalamka ani qof aan arag oo beesha caalamka mid ma jirto safaaradaha dhan waan arkay UN-ka African Union-ka safaaradaha meeshaan jooga galbeedka oo dhan waan qaabilay sababtoo ah kaiskeyga wuxuu ahaa kais aad u weyn oo adduunkana isha ku haya waxaa la isweydiinayaa su-aalo iweydiinaya waxay tahay dadka waxaan samaynaya ee ku kacaya ficiladan isdaba joogjooga ee keenaya in ay waddanku qalalaaso siyaasadeed galo oo xiisad iyo colaad ay ka dhalato magaaladan haddaad ogtay haddii kaleba habeenkii ay kusoo duuleen gurigeyga subaxeedii qarka waxay u fuushay dagaal sokey inuu ka dhaco oo deegaanka ku taageersan deegaanka ku saabsan ahaa falceliskii kii mid qarka loo ful haddaysan ahayn odayaasha deegaankana lagu baxsaday ee magaalada muqdisho weliba rag oo u weynyahay imaamka beesha mudulooda lagu baxsaday inay gacanta qabtaan qabiilada intoodii kale haddayna taas dhici lahayd magaalada dhibaata ka dhici lahayd ayadoo saas taagantaha senator qaydiid gurigiisii loo dhacay haddana si sharci darro ah oo lagu baaray oo lagu xariiqay ha oo lagu xaqiro dhibaato laga sameeyey waxaa la isweydiiyey marka cidda waxaan samaynaysa soomaaha cid rabta inuu meesha dagaal sokeeye ka dhaco haa ajnabi iyo soomaali saasaa la isku raacay dagaalkaas sokeeye iyadan ugu jirtaa al-shabaab marka waxaa soo baxday in dowladda dhaqanka shabaabka leh inay ama iyadu shabaab tahay ama dad shabaab la xiriira ay meesha awood ku leeyihiin si dalka u qasmo shabaabna ay u qabsadaan taas umaa dadkii usoo baxday runtii waana serious waxaan ku sheegaya wax cadaynta ma loo haya cadaymuhu waa kala labo maxkamad ma joogna laakiin cadeymaha kuu kala sheegaa sideedaba cadeymuhu evidencigana waa mid cadoo miiska la keeno midna waxaa la yidhaha circumstantial waxa aad u jeedayso nebi yuusuf markay tiri islaantii haddii shaatigiisa hore ka dilaacsan yahayne iyada unbaa kufsanaysa hadduu gadaal ka dilaacsan yahayne hadduu hore ka dilaacsan yahayne asaga kufsanaya hadday gadaal ka dilaacsan yahayne iyadaa kufsanaysa because gadaal waa iyadaa ku imaanaysa waa circumstantial evidence yaa layidhaha annaga waxaan sheegaynaa xogaha iyo cadeymaha ku hareereysan waxa dhacaya markaa fiiriso waxaa kuu muuqanaya dalka inay jirto cid ka talisa inaan la aqoonin ma dhihi kale aniga hadeertaan farmaajo oo madaxweyneha oo xukun rabo tala haysta yaa sidaas u dhaqmaaya oo qabaa-ishii iyo dadkii deegaankan degan kicinaya si ay uga hor yimaadaan oo leh 12-ka oktoobar aan soo rogayaa marshal law 12-ka oktoobar waa taariikh ku calaamaysan oo mugdi ah soomaali dhexdeeda odayaasha gacanta ka qabteen labada aqal jawaari iyo cabdixaash gacanta qabteen oo yidhi xagee u socotaa ninka saas u dhaqmaya anigu ma dhihi karo waa nin raba inuu xukun iyo talo oo kusii joogo si deganaan ah marka waxaa la isweydiinayaa haddii ninkii loo tagana dadka intay ii sheegeen waxay leeyihiin maan ogeyn wax walba marka hadduu isaga ogeyn waa inay jirtaa cid wax og oo wax maamulaysa way ayaad aaminsantay in waddanka ka taliyaan anigu waxaan aaminsanahay koox yar oo filla soomaaliya joogta oo xagjirnimo xoog leh aan ku tuunsanahay rabta dalka inuu qasmo dalkaana awal xoog iyo xagjirnimo inay ku qabsato isku dayday laakiin ku fashilantay inay joogto xilligeedaan sheegi doonaa way adigu
عبد قيديد ويرر كيسي معلومة كده بيجي كذا هذه أنا ويرر باكر إن محكمة دمرت قصام وقتي وح قرمها بتشوبي حل دبانو مدد إيه الكذا ودي كان كذا وبدن باكر إن تهم يلورن كرين حكومة اللفتي دي كان هام بعض كم عارض يسين وبحد دي دنيدين وودة كل ذي الحكومة حسن خير هي دي دنيدين إن وصوابها كاني إن لبدلو وزير كريمه دي بده يوسف كراد عمر أحمد وكله والله كاني صبري وكلامك دي بلو كرمية وحيا بها ليس ويدين كرينو ما وح أنا عن عن دولة ده عن كذا البضي أما عن 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 كربو هذا يرتان أنا مو بجرام وحلال كذا هو عدي وحس كل شيء يا واحد يبعت وديجان حق يسك جيرانه مجيران لكن دتك أيق على أيق مودة دتك وح أصاب بعد مركز إسكو ده يعني مثلا حافريدان حكم كريدان يكون فشل مال وحل ما أنه مقاحي أنت سكوا الروسيين الوارد ندولة دي شرعي عيسيس ولي واسح وحنا عيمة حل ما أنت مقاحي في الروسيين مدعين واردني شرعي سوسي مركي سكوا ده ينقره إني واران ضمن كل عين مركي سكوا ده ينسنة القيديد ضد كقارة وح أمه قط وحانه وأجدو كأدن ضد يدجان معين أي صواب حدي تحس ويدع كرتا لكن أنا ومرة إني أد جوسي قلقله لكن رئيس الوزراء خير إهلا نهاني بتكسى إني أقدر لنا أهلنا هواي وننا صاحبنا وننا أسجارنا واحد رباطي واحد قدرة واحد مشاكل أقامنا مجرو فرماجي سيد وكله مركي أن ترتمي إني أنا حش أن كسر هرجيني سديت هو مرشح أنا شيء سكوجلني إن لس تاجر أو مشرح مشرح كهر رأي أو عتك السيو أنكلا سريحني حوكين سكرتير يدان لهين وحان كوش رجع فرماجو مركي عتك الريدي فرست رامكي أما وريجي كوال أوداعي qofki ugu horeeyay ula hadlanaa aniga madan ma abshay oo ii sheegtay ma aragtay dad saaxiiba oo soo wada shaqeeyay oo wax isku leh oo ka dhaxeeyo isgaraasi siyaasadeed inaan nahay codkana maanta aan seen dadki aan u tagay oo codka uga soo raadiyay keyo markii laga tago waxa kamid ahaa murashaxiin kale oo aniga saaxiibnahay oo aan ahayn kuwi anaga nagu jiray 17ka aan kamid ahay marka wax naga dhaxeeyay horena ma jiraan wax anagii asaga deegan ahaan naga dhaxeeyay ma jiraan deegan wada degnaa ani asii galmudan ka wada nimid oo deegan waa asal nahay dad waxaan nahay taariikh siyaasadeed ahaan wax badan wadaaga laakiin ma u maleeynaayo inay jirto fiyoobi iyo aqli oo hadda asaga iyo khayra ay ku talinayaan meesha kama jirtee meesha dad baa ku dhex jiray waxay u baahan tahay Soomaali iyo adduunka dadka argagixisada ee raba dalka inay dagaal sokeey ka abuuraan si argagixisada ay marka la gacanta ugu dhigto kuwaas oo baahan in la banaanka soo diyo miyaan loodan karin in hoggaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waxa jirta fursad ay mucaarad ku waayeen ama cid dawladda ka soo horjeeday ay weeyday oo ah in raisul wasaare iyo madaxweyne iskhilaafsan ay sunno u ahayd siyaasadda Soomaaliya inay ku soo noqnoqoto tii markii ay muuqan weeyday in dhinac kale mucaaradkii ay ka soo xoogeysteen oo ay doonayaan fursadii khilaaf ka jiray ay kala mashquulin jireen mucaaradka iyo xukuumadda marka fursada markad weydeen ay noqotay inaad mucaaradad xooga dawladdi dhowr jeer waxaan maqlay in ra'iisul wasaaraha ee madaxweynaha la aniga ra'iisul wasaaraha isma khilaafsanin aniga madaxweynaha isma khilaafsanin isma khilaafi doono wasiir wasiiraha xilka laga qaaday kamid ah soo qoray bartiisa twitter-ka facebook-ga in madaxweynaha u ballan qaaday 4 sano isla dhameysanayaan waxa soo dhan waa dadka siyaasadda ku cusub wax badan aan ka ogeyn hadaladooda madaxweyne kasta markuu cusub yahay ee ra'iisul wasaare kasta saas weyn hadda gaaw noqoto Xasheeq iyo Saaciid waa maqleysa Xasheeq iyo Cabdiweli waxa soo dhan waa iska jiraan waxa macna leh maaha waxa ka maqan ku sheegaa marka dadka saas u hadlaya waxa ka maqan aniga adiga hadda interview baad iga qaadaysa meel fiican aan fadhinaa adoo qurux badan kaamirooyinka shidan xaalad way noo fiican tahay laakiin hadduu roob xoog la soo doono meeshan fadhinayna ani adiga ma fadhinayna meesha hadduu roob ku soo doono ma fadhinayno laakiin ma jecleyn inaan ka kacno interview inaan dhameyno hawsha wadno waxa ka maqan nimankan hadda talada haya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isjecelkooda iyo isku dhawaanshahooda maaha waxa ay ku wada joogayaan waa duruufta siyaasadeed ee abuurmaysa say u maamulaan ku wada joogi karaan saas daraaddeed waxa dadka ma jiro ra'iisul wasaare jeclaa madaxweyne ka saddex ra'iisul wasaare soo martay dalkan ku ka saddex ma saddex ka dhigi ma wayna soo diisa waxa weey ra'iisul wasaare jeclaa inuu madaxweynaha ka hor yimaado oo xukunkiisa oo waayo ma jirin
لكن وحا إيمانا الظروف سيدا أنا هذا أجعل أن ترفيق لما يضرب سودا أكل عرينه ظروف تسياسة سيدا أهان للقريان أما أماريان يكون حرنتها كرتيد هالك يكون جرتها لكن أنا وحان قيمين يا خيرية فرماج جسيد ظروفها أما الدبيلها أما موجودها سياسة ديت أيوة وذجرة أماريان يا فيرنا يا هذا هو جامية كتها سيدا دو أركها يسبدل كا لو سمي سيدا حد وزير أرمها دي بدأ أرمها قدها إيه جنحسي جيور شده وأنا يابي وأنا يابو حيت هاي وزير كلا بنان وحيل كود اللي بوحين لما وزير دودا بنان إلا حد حيل كود اللي ما بوحين وزير الدفاع إن بدن وبنان هذا اللي بوحين حيل كيسة تلياشي عيدا كأومهم سنة حق أمنيقة يا حيل كود بنانيهين لما بوحين سفارة دب بدن أيقو بنانيهين يا طبان سفير قدار اللي أسوي عليه وموضو شالك يعني إلا حد اللي ما بوحين بل سفارة كلا هذا اللي سوي بني وزير هذا ميت كميدا اللي إيش يعني سفارة جوي لقصوا قاضي ما في لينين وزيرو شقينيا أو سي شاقين با أيوة شقا الله ديري ومن الصبحي اللي سوى يقولها وزير هذا من الله ديري بطولة إنه مدعونا وغهر مرة لو الشيقين أنا ما في لين حل لقا قاضي وحان في لأي هدي وحسمين يا إني وزارة ده بنانا بوحين يا تلياش عيدا كان إيه مقعابا يا وحا أيه كتلي من سفارة ده بنان توبان كا يكون هرؤ بنانا إني بوحي دونان إن وحي حيسيين حوغياش جوكتي دي أقاسيمياش شغوذ إني دماتي شغص هذا البدان معني وابناني وزارة هذا وحا أنا وحا أوهيست إني ما ملكو دمستيريان لكن وزير الشقين يو السعودة حل لقا قاضية يا كوكا لحدنا لكينيا وحا أوفد إيا ما أهين لكن أنا وحا أوهيست إني كمينتا جهوريك سياسة دا هيستا فرماجية خير بوحين الآن تاتكو إذين سو وحي واد دولد ويسال بلاران تهي واد دولد عدد بدان تهي واد قران سواد صامرتي دانا سياسة ديت سيابك لدوان بيو شقيسا وحبي كفيرسة وحبي إيكتا يان لورن كريم فرسدها عديد دي سفير الله ياري وحيق الندو دي شقالي كلا تشوغو بدا وزيرها دي بناي وحيق الندو دي عديد تليال عدن بدي يعني دولد ويسينا بلاران تهي مكا حاق دين عاك إيقسون يعني إن لبوحية أي تهي ميان تحوريه كان معارضة دي حوقيات كل هرتي مادين إن إسكاء ودو فرصتها يكون ملايين كرتها ديجان ديغان كاقي يعني حكا انت قف ديغان كاقي قف كي كبول لوا إنو نقضو يسير كارمها قدا وليس كاقي ميد ديغان بيرشا دوكالي تحسو كالمياني استراتيجية تياسة دو صحة عين سي داد كاديق كرع السنة او راعان ويسير كارمها قدا فرصت ده الكاوسي يعني معارضة ده هذه كل راعي الدولة ده راعي تحس كل مين سنتيجيت سياسي ده الدولة ده وهارك ده ناس إيش غيس لك وحن كل شيء يا أنا جو حافلة يا كل ناس وأشا رشافل كأوي ديسة أما شان لا أنت أنا جو حافلة يا كل وزارة ده بنا إن لبوحيو وحافلة أي جوين كحركة مهم كا لحد مالين كبدا لو بلاد أي جوين كبنائه إن تلياش إن لبوحيو سفير ده بال لو بالفتح بالكبدا على سوء اللي مقالة الجوجان وأنا بحركه ذي لبوحين سفارة ده مهمة تسالم كسينة سفارة النيروبي أنا هذا ندرك عن مضحك عاي لو هذا دل يقومين سفر كان سومالي يجوا وكين إثيوبيا سفارة كين وحبرانتها استند كله نيكي جوين وزير على قديم سفارة دين وحبرانتها مركب واحد قرن إيزا وأنا أركز على دبلوماسية ده مركب سفارة ده هوس أدكتو أو سفير كقادو دلك هو قادنا يا إنا هوس أدكت حريركي وصوته سفير كمركب قادتو أتسوه مجاوي سفير أو جارج أفير وتكتو معنى ذلك سحرير كيس إنه هوسو دكتا الله قادنا يا سفار سفيرة سفارة ده هذا اللي سوق قادو بالكبدا جوجا وده ماذا لقى سوق قادو كل جوجا حقوق قادنا يا جارج أفير مكي لوجا تجو إن حرير كي دولد هوسو دكتي فيري وح اللوب بحلاية هاي أو نور وزير هذا اللوب بدلي أو شقينا يا أو وزارة ده دي جو أو نبه هذين كاش شق الله دري أو صبح يمد كم إذا أو لوفي لوفي بطلان شق حلك الله قاد أو لو احترام وهاي حتى إن الله شغل حلك ولا إنك قادي وحنقول يا وزير راس أنا عن كورقة مركي حلك لسيني ولو يري ولو شيء في وزارة لوجي مدحينها لوجي حلك سال إنسين عليه وح ويري احترام كل هاي وحيد أنت إني كلك عن ماشا وح موقتة ضد عن وح احترام وهايان حتى وزير دي أيق ودي مناي أو قالت كمركو لا أي عد كسيني وليس كسياسة دي نعم وزير هذا ما أميسنت إنه حقك كي وزير دي اسكو ديغان كتينو وزير اسكو ديغان حل لك هذه مين اسكو ديغان حل لك يعني وها معناه كورنيس انا جبت ما مسنت ان سامين سياسه دو معارضين دينا كانت ما يا ما مسني وي ان دولد الا حد سنه كو دوبي جوقتا ان ما حد امسنت ان كو غوليستي فرصه اي سميسي ددك او شقيسي اي هرمل ك سميسي ما حد قرسنتي ما دام المعارضه وحد اوقتي وحنا موبي قف كست ولا القف كست وحيكون حالا تعقيمين تأنقلكوا كفيري
dadkii qaarkood haddii ka fiirinaya in dhowr maalin lasoo baxo dhulka la xaaqay, in jididka ayaa nadiifiyeen, in maaragtay dhallinyaro badan twitterkii facebooka lagu soo daayey, in maaragtay la yidhi musuq maasuq aan la dagaalameen, inkastoon maqlayay maalin ka horreys wasaaraho le musuq maasuq baxsanaa dalka ka jira, lacagihii dowladda qasnadihii laguma shubo meel kale lala aada, as afkiisa ka lahaa saa isqiimeeyey dabcan. waxaasoo dhan waa maqlay, laakiin aniga saddex meelaan dowlad sideedaba ka qiimeeya, cabdiraxmaan haddaan ahay qiimeyntiidaan ku sheegay sida ay u soo yarayso qaybsanaanta ama kala fogaashaha soomaali dhexeeda yaalla oo si xasilooni siyaasadeed u abuurta dowladda. Waan ka fiiriyaa aniga, dadka soomaaliyeed waa kuu sheegay, awoodihii waa la kala qaatay, gobollo iyo deegaano iyo qabaa'ilaa weli gacanta ku haysta. Sida dowladda ay xiriirkaas u soo ama gaabkaas farqigaas u soo yarayso ay u abuurto xasilooni siyaasadeed waan ka qiimeeyaa, uma jeedo. waxaan u jeedaa kala fogaasho dowladdii iyo gobolladii isku dhacsan, ilaa gobolladii samaysteen ayaga wax u gaar ah, hay-ad macnihii gole u gaar ay abuurtaan. waxaan u jeedaa siyaasiyiintii iyo qabaaishii muqdishii dowladdii isku dhacsan oo iska hor imaansan. hadda waa gobolladii iyo muqdisho soomaaliya sooma labadii inay kala fog yihiin dowladdii ay muuqata, dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo baarlamentariyaankii iyo dowladdii in la keeno madaxweynaha in la imbeej gareeyo mooshin laga keeno asoon sanad gaarin waa siyaasad xumo, waa qodob, taas uma jeedo wax horumaroo ka dhacay. qaybta labaad waa amniga oo xagga securityga maxaa laga qabtay shabaab la dagaalankooda, dhismihii ciidan soomaaliya qaran oo muunad qaran leh oo loyal u ah stateki iyo dowladda ma la dhisay, ma laga guun gaaray in la joojiyey dhibaatooyinkii amniga, uma jeedo. bal waxaan u jeedaa dowladdii si ula kac inay amni darro iyo xasarad siyaasadeed ayadu abuureyso. midda saddexaad oo qiimeynta aan siinaya dowladda qiimeha ay tiri fursadda sii mid saddexaad oo qiimeynta aan ka fiirinaya waxa waaye soomaaliya iyo xaaladda hadda gobolka uu ku jiro. waana ku sheegay aniga markaan khudbada ka jeedinaya baarlamaanka aan murashax ahaa, waxaa soo socotaan waan ka digay soomaaliya waxaa ku soo socotaan dhahay geopolitics ama loolan juqraafi siyaasadeed oo aad u xoog badan, yaa mandiqada kusoo socda soomaaliyadana qeybay ka tahay. sida soomaaliya u maaraynaysa waxay u baahan tahaan iri si taxadar leh, miisaaman, xilkasnimo ay ku jirto, ay ku jirto siyaasad gaamurtay oo guun ah in lagula macaamulo, tiina uma jeedo. waxaan u jeedaa loolankii soomaaliya soo u saameeyey inay halis tahay. juqraafi ahaan maxay iska bedelay baad leedahay aaminsantay? waa su-aal aad muhiima markaan halkaa kasii fikiraysay adigoo musharaxa, yacni maxaa iska bedelay waqtigan baad aaminsantay? soomaaliya waxay ka mid tahay dhinacna waxay ku taalaa afrika, laakiin dhinacna waxay ka mid tahay bariga dhexe, dhaqan iyo xiriir ahaanba iyo diinba bariga dhexe ka tirsan tahay. bariga dhexe loolan xoogle oo siyaasadeeda ka jiro, waad la socotaa waa kan khaliijkii ishaystaan, waa la socotaa waata iiraan iyo sacuudiga dhinac iska haystaan, waata la socotaa oo turkiga iyo imaaraadka iyo ishaystaan iyo dowladihii sacuudiga. marka waxaa ka socda waa la socotaa waxa syria iyo libya iyo saameyn tartankaa saameyn buu ku yeelanaya soomaaliya sideedaba. waxaa dowladnimadeedii dumiyaba aasaas ku ah waxay tahay fashil aan ku fashilnay maaraynti dagaalkii qaboobaha u dhexeeyey maraykanka iyo ruushku ahaa, waxa aan halkaana dhigay iyo dagaalkii etoobiya aan la galnay iyo wixii caqabadihii ka yimid ayay ahayd waxa meeshaan yimid. marka soomaaliya markasta meesha ay ku taallo adduunka iyo gobolka meesha ay uga taallo iyo muhiimadda istraatiijiga ay leedahay markasta waxay dhigaysaa inay noqoto meel loolan siyaasadeed aan ka marnayn. marka taasaa u baahan awood iyo maskax iyo caqli iyo talo aad ku maarayn karti inaad leedahay, oonan ahayn talo lagu maarayn karo facebook iyo twitter akaa mid lagu wadi karo maaha. si aan ila si u maaraysay imika si khaldan baad u aragtaa arrimaha xukuumadda miya? aniga umaba jeedaba maarayn saxa, maarayn saxa oo la maareeyey siyaasaddii ka jirta gobolka iyo loolankii gobolka ka jiray iyo hadda waxa dhacaya dowladihii hadda deriska nala ahaa yaa ka socotaa siyaasad isbeddel oo xoog leh. isha ma ku haynaa? kuma hayno. kuwii yaran naga fogaay bariga dhexe saameynta xoogna loolana kaso, isha ma ku haynaa? kuma hayno. uma jeedo marka cid ka fakeraysa loolanka siyaasadeeda gobolka jira si u maarayn lahayd, uma jeedo. waa qodobka saddexaad oon qiimeynteeda ka fiiriyey. saddexaas marka markaan qiimeeyo anigu dadka qiimeeya xataa ma ihi, weli lamaba gaarin good governance iyo human rights iyo corruption la dagaal iyo dowlad wanaag iyo soomaali kowila waxaas uma joogto. ninka ku hadaaqaana waa inaan garanayninba soomaaliya meesha ay joogto. soomaaliya maanta waxay joogtaa dadkeeda in laysku keeno, dastuur ay ku heshiiyaan heshiis bulsho oo ay dhammaystirtaan, sidii amniga loo sugi lahaa si doorasho loo galo aan uga baxno, doorashadan dadban ee 10 sano aan kusoo jirin aan uga baxno, waxyaalaha aasaaska ah oo asaliga ah
أما منانت لصومالي كواس واي لكن نكي إسو يستاهل جدار حاقي إيو أكاونا لعكسو بحيمت كلام كشو بي إيو وحان إلي دول الوناق عن سمي إيو إسلامي هيسي يقبلو مارتي لسوبو هنا لأن يري إيو أنا مو هيسي واحد سيدي دولت من دولت هو المركز بنقي قادونك أما هاي دعاية ما فوقك عشاك تقين لنا عمس ما سقا دادال بدن صومالي كسامي سيو والله وامان إن كستو أي دونيا دادالك أي حكومة دوية امرول بكال يعني هي ان لا دبر غويني تاي اما سي حقائق فرن وغهد يعني مسق ما سو جرو وخي واس ميانه غول حكومه كو شيغو دولتان waxaa lagu yaqaan waxa laali iyo wixii nabiga xuur cali sallallahu alayhi wasallam aan bu'sul utum makarim al akhlaq waxa li soo saari akhlaqa teeda wanaagsan ina dhame teeda wanaagsan ina dhameystiro dhahay ma dhay inaan bilaaw nimanka hadda waxaa lagu yaqaan wax walba ay ka bilaawdeen 70 sano ko anaga bilaawnay IMF tan ku sheegi Soomaaliya dawladda Ingiriiska waxay u loobi gareysay IMF iyo World Bank waxa la yiraahdo Prentwood Institutions in Soomaaliya deynta la siiyo guarantee World Bank oo bixiya amaha si loo siiyo Soomaaliya debt relief in loo sameeyo process la geliyo marka oo dawladdu tan ka horeysay soo bilaawday waxyaalaha marka lagu qiimeeyo halbeeg waxa kamid aha dawladdu sida ay qarashka soo gala iyo midka ka baxa ay isugu jaangoyso koob labo sida ay waxa la yiraahdo staff monitoring report sida mushaarka loo siiyo oo dawladda Norway qayb ka mid ah ay ka baysay ee dawladaha budget support ka bixiya sida loo bixiyo mushaarka staffka dawladdii hore marka dawladdii Xasan Sheekh tan ka horeysay 4 sanaba si waxay u waday meelaha ay progress ka ka sameeyneysay ayaguna intii ay joogeen bay intii ay sameeyeen oo sanadihii la rabay inay socoto wali qaar ka dhiman marka report-kii bay buuxiyeen intii laga rabay laakiin waxa hadda ayaga bilaabeen oo ay maf kala hadleen oo waa waxyaalaha aysan xataa kari karin wixii ka horeeyay sida nabigeena u yiri akhlaaqda teeda wanaagsan inaan dhameystiro dhahay dowladnimadana maxaa waay wixii ka horeeyay inaa sheegto meesha aniga aan dowladnimada ka keenay cadaalad aab shakuur wada hadal iyo dib u heshiisiin ahayd oo compromise xoog leh ururkii xoogga badnaa ee ARS iyo dowladda TFG madaxweynaha ka ahaa Xasan Cabdulla Yuusuf lagu heshiisiiyay waxaan ugu adkaatay ciidamada dawladda TFG iyo kuwii maxkamadaha ee ARS hoggaaminaysay in la isdhex geliyo process iyo dhibaatooyin uu qaaday waxaan ku darnay tii laga horeysay waxay ku dartay tii ka soo horeysay waxay ku dartay tii laga dambeysay waxay ku dartay nimanka laakiin waxay keeneen annaga bilaawnay wax walba annaga bilaawnay codka maaliyadeed 70 sano koo wax walba annaga keenay annaga bilaawnay haddii say dawladda 7 bilood 9 bilood jisay wax walba ay u bilaawday suuragalba ma haba hal mar nimankaas ka maqli maysid waxa appreciation ama wax aqoonsiya oo dadka ka horay leeyeen in Cabdiraxmaan Cabdi Shakoor in madareemaysay inaan idin dawladda fursad siyaasadeed oo ay wax ku hoggaamisay wadanka si fiican ay waqti ugu qaadataa idan siin maadaama sanadkii ugu horeeyay taa madareemaysaa waxaan u dareemaynin waxaad ku noqotaa Twitter account-keyga iyo Facebook-keyga ayaa marqaati ah toddobadii bilood ee ugu horeeyay dawladda waxaan qoraayay fiiri waxaan qoraayay tala aan dawladda siinayo bogaadin waxa qabtay aan bogaadinayo meelaha aan rabo inaan ka tootoosiyo inaan ka tootoosinayo laakiin waxaa noo soo baxday inaan cid tala inay dhageysato rabta jirin Cabdiraxmaan kaliyana maaha gobollada maxay ku maagtay oo duulaan ku qaaday waa laga soo bilaabay xaaf ilaa Axmedow ku geeyay duulaan ku qaaday ma dowladda mucaaradeen maxay ku maagtay ilaa ay la foodi la baqaanay dhahan ba sameystaan ba gole ay ku mideysay maxay ku maagtay ma gobollada maagay dowladda maya African Union oo warqad ka qoray waxay dhahayaan ciidamada aan meeshan ku joognay waxay dhahayaan waxay galaan lama arkay America naga soo gaar African Union dawladda maxay ku maagtay annagii ka faka weynay oo dacaayad iyo wiilal Facebook inta laga soo buuxiyay gabdho maalin kasta kugu caynaya Twitter account-kii Facebook-kii kugu caynaya war ayada nimankaanu ayaga dacaayadooda iyo aflagaadadoo laga baxsan waay intaas ma aha wax keenay kaliya waxa keenay dadkii rabaan inay huuhaa iyo waxaan jirin iyo baan u sheegaan inay shaqo socoto annaga marka xilaan naga saaray inaan sheegno war shaqo socota iyo hada meesha durbaanka la garaacayo iyo 70 sano markii ugu horeysay aan la daldalay wax ka jira mal inaan ilaano waa mas'uuliyad akhlaaqiya waa mid dastuuriya waa mid siyaasiyo nasaara way gabagabadii in hoggaamiye adigu inta badan dadku waxay kugu dhaliilayaan oo ay leeyihiin Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur deegaankiisa mucaarad hadal aad maan dhaweyd live ka sheegtay oo aan ka daawanaynay baraha bulshadana in kastoo markii dambe aad haddana ka hadashay sheegayna dadkii annaga martida loo ahaa inay haddana dhinacaan marka qaran doonaysaan haddana dadkii qabiilkii xoog badan yahay meel uu ninkii wali Soomaaliya qabiilkii baa culays ku hayo qaranimadan aad raadinaysaan
أنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أن مالين اللي بتهمي إن أو ديجان حكسنا يو أما قبيل أو كسهور جيدا مجرو لكن سياسة صومالي ده وأفر اللي بيعشان هذا سيكون لسنتها أفر اللي بيعشان يكون لسنتها وقبيلة ومد أرم إنتان كجذبنه أن أجذبنه نظام حزبية وسياسات سيد صومالي لنا هذا كده على كله وضدك حزبية وعديان يا ماذا حزبية يا برنامج سياسي وعديان ومد أن أصعن ونقاري لأنه يقولي taas amarka waxay u baahan tahay kala guurka laga guurayo qabiilka loona guurayo xisbiga in si waxay u baahan tahay xilkasnimo ah oo maaragtay maangalnimo leh oo maaragtay bisayl leh in loo maareeyo wan sheegay anigu qabiilka dhow jiraan sheegay wuxuu ila mid yahay siyaasada Soomaaliya markii la yiraahdo doonto kale doon ama soo kartaa biyo la'aan doon ma soo si kartaa meel aan biyo lahayn qabiilku waa biyo kale doontana waa dowladnimadii marka doontaas waxay u baahan tahay inay ku kor socoto biya si ay u socoto laakiin hadii biya soo galaan doonta way qarqmeysa sooma waa in laga ilaaliyo biyaha laakiin laga marmaan hadana biyi in doonta ku socoto waa aad u tahay complicated aad u tahay arin oo aan maaragtay macaqad ama adag ay u tahay marka hoggaanka Soomaali iimaanaya waa inuu soo fikira qabiilki dowladdu ku dhisan 4.5 laga marmo لكن وأنا سيد دونت يلو كرسي أتيا سيد دنا عكلو أمان كها دونت بريج دنا عيسي كله هو جذبته بيجي الله إلى على إني سو جرين دونتي هل كثني واس يحكي مدرس وحيو بعنته هو كان يعقل يجراد يبسيل يجوني مو لو ما رأي أبا عنده مرك أنا جو دتك مي عاد فضة بنت الشيء ده هي سو ما لي قبيل كم جرين أنا قبيل ما أنا قبيل أنا هاي قبيل أنا كده شيء ديجان أنا كده شيء هاي أنا مثلا لكن وحنا سو على قرنهم قرن ما يعرفنا هنا الجار. لكن الحك تيستم يعني. وتان كل أيهاي وبدونتي بياس وقدر إن لك الحك سلام ما ما بيك الحجام بعدين قدرك سوامالي. كل يدو أهل كي وقبيل كي ما لك استئج جوعان. سكوه لأن سكو قبيل أنا سوامالي وسكو هالقويس بقى. لكن أنا جارنا قبيل كي أبحنا قرن ما أبحنا دول ما أبحنا. تاسع أبحنا مركا ومد أن كل أيه ملحك استو سوامالي تما ده وح أبحنا أنت هاي عشرة أدق ووين ما سياسة دو مال تاجر ما ما قف أنت اللي إسكك كانوا. لسكريه هيك وسر يجوك اسكا قبسما و هذا هذا بقول ملي هكا كان كا سو بخدو اسكا قاعد ما تجيني سم جرت وين ادو غاتا رئيس الوزراء خير ان ددكو حي ليهن ديغانادي اما بيلي انت بدن برايم مينستر كن نكون جيري كمو يمنن او سيده ديغان كاغو كلي ديغانادا كلي مقديشو كلي كمو يمن سبب تاسا كينيسا وليس كان سياسي هذا حكومة ضعيفة تامد أميسنتي. إيه ما أميسني خير ديجان كشاكتي عدد كود هوية غير وانن هوية ديجان كانوا كتير سنيعي وانن هوية عدد كديجان كانوا كميدي هاي وو ميسان كي حوج بدن ما لنتي الأنسحين هاي سي ماجورتي على وانسحية عد ككل سوني دول سي قبائش هذا نوضياش وقتهني ديين لكن وحكى اللبعة حلكي إن لقوم مقعابي حلكي هذا هيسط. حلك إنا هذا يسطو خيرك وعرنتا قبيل كيسكو معرنا حلك خيرة على الرباع ضدك سياسيين تا ضدك وأركو سيدة ومركز سياسي تا لو ما لنا فيه لسواء محيين منبع أما مصدرك أما صورسيسك سامين تقول سياسة ده لنا توجن لنا عتبا الله وضم مرك أذا على جرة مرك مرك أد 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 أد, أد سوق قبته ودرسته يا واي إلها أودت أديك سامين تون إتبان كقوله إن أنا ما رأيت هذا على جربه مركا خير هادو تاس كيني واي أما فرماج أو كيني واي لما تيجي كارو مركا واحد لودي دين هاي وديجان أما بال غير لو جم ديدنا ديجان كانوا كده شيء أنا أقول إن إهلنا هو كقول علنا وكوش يعني ولي تاس كم ديدنا إتكو ديدنا ما نركن لكن وعلى قد نيجا كرا دتك قاركود وانتي حاسك إن يكون مرسي ودان وحسو عذنا ما لكن دتك ديغانك كمخيغو قبيلنا لما كلخيغو قبيل كان سيدي سواتان كو شيغي ماغع لا وداغا واي دتكنا كلمخيغا مرك اني ما امنسني مرنا تاس اني تهي واخ جيره ما امنسني هبا يراته غوان كاغي غو دنبيه مخو ييم كا ارينتا تاغنا محكمه وان شيغي ما لودان عدي انو عدالد وان مري ايدو ولي بس دولمي ان كو مري
محكمه وحن كوصنيا هدي عدالات كشقينيس هدي اسلامنيمه كشقينيس هدي شرعي كان كشقينيس هيالنتها كو امرتو انو دعوه كفرو ددكي غوريا لو لاي ميدكودا لا اس اي هلكودا ارق لا حسوقي dhibaatadii aniga lii geystay dhaameejka ilaa hadda hantideedii waa la boobay qalabkaygii kombiyuutaradeedii dokumentigeedii hantidii aan lahaa guriga ii taalo dhan waa la qaatay ilaa hadda waxaan ka hayaa cid weydiisana ma laha haddii cadaalad jirto oo dalku dal cadaalad ka jirto oo wax yarba ay jiraanba maxkamadda waxaan ka codsanayaa inay xeerinta ku amraan inuu baaritaan ka sameeyo inuu dacwo ka soo oogo dadaa la dilay amay dhihi kartaa dacwo la'aan waay dad la laayay amay dhici kartaa in dacwo la'aan noqoto dadkii dadka laayay dadka geystay xasuuqa ayagoona marsiinin eelkoodii tusin aasay haddayba cadaalad jirto kuwaas laga furo kees iyo dacwad dawdayaalkaas wuxuu ahaa hogaamiyaha xisbiga wadajir ee magaalada muqdisho ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iminkana ah siyaasiyiinta sida xoogga ah u mucaaradaya xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre isla markaasina aada ogeydeen muddooyinkii ugu dambeysay khilaafka siyaasadeed ee soo xoogeysanaya ee siyaasadda soomaaliya kusoo kordhay inuu qeyb ka yahay cabdiraxmaan cabdishakuur barnaamijka waxaa idiin daadihinaya anigoo maxamed cabdiiriga tan iyo inta ku kulmi doona haddii allah uu diraado barnaamijkan mid lamid ah waxaan ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu